وبعد شوية تفاجئ بيا وأنا دخل عليه الأوضة وقعدت جنبه على السرير، فتفزع وقام بسرعة وقال لي: انت ايه اللي جابك هنا؟ انت نسيت الكلمة اللي انا قلتها لك امبارح؟ كلمة ايه؟ مش انا قلت لك امبارح ان انا بحبك ومش بحب محمود وهفضل احبك ومستعد اعمل لك اي حاجة علشان تتجوزني وتسيبك من رنا؟ طب واختك رنا؟ اختي تعبانة ومش حاسة بحاجة. قال لي باستغراب: وبعد كده يعني هي هتفضل تعبانة العمر كله؟ رديت بمكر: يا عالم، مش يمكن ترتاح منها العمر كله؟ قصدك ايه؟ الاول بس عاوز اسمعها منك، انت بتحبني ولا لا يا محمد؟ رد علي باللي خلاني اصر ان افرق ما بينهم، وقال لي: بصراحة انا كنت بحبك في الاول، لكن بعد ما اتجوزت اختك رنا خلاص ما بقتش بحب غيرها. وبصراحة يا شيماء، انا من وجهة نظري الاحسن ليك انك تنسيني وانك تعيشي مع محمود خطيبك، لانه بيحبك وهو الوحيد اللي هيقدر يسعدك. رديت بغيظ: بقى كده؟ طيب ماشي. وسبت ورحت يومها عشان انام جنب رنا هي وبنتها، وانا بفكر طول الليل ومش جايلي نوم، وبقول في نفسي: طيب انتقم منكم ازاي؟ وانتقم من مين؟ انتقم من بابا اللي خلاني ارفض محمد، ولا انتقم من رنا انها اتجوزته رغم انها ما كانتش تعرف اني بحبه، ومرنا بس هي اللي كانت تعرف، بس برضو هي اتجوزته، يبقى لازم تشيل نتيجة غلطها، هو اللي انتقم من محمد نفسه اللي اعترفت له بحبي وبرضو ما قدرهوش. وبعد تفكير طويل طول الليل وصلت للحل اللي انا هعمله، واللي في خلال كام ثانية بس هيقضي على اختي رنا، وهيبقى محمد ليا لوحدي. وعشان كده تاني يوم الصبح قلت لمحمد: محمد انا نازلة تحت بسرعة وجاية تاني على طول. رد باستغراب وقال لي: رايحة فين؟ رايحة بس السوبر ماركت هجيب حاجات ليا. لا طبعا خليكي، وانا هروح انزل اجيب اللي انتي عاوزاه كله، اكتبي لي بس اللي انتي محتاجاه وانا هنزل اجيبه. قلت له بسرعة وانا بحاول اكون هادية: يا محمد انا في حاجات معينة في دماغي ومش هتعرف تجيبها لي، سيبني انا هنزل بسرعة والله ومش هتأخر. وافق بقلة حيلة وقال لي: طيب يا ستي اللي انتي عاوزاه. ونزلت باقصى سرعة على الصيدلية وجبت اقراص اسمها اقراص حفظ الغلة. الاقراص دي بتموت الشخص اللي بياخدها في ثواني، لان المادة الفعالة اللي فيها قوية جدا. وعديت برضو على السوبر ماركت علشان محدش يشك فيا، وجبت شوية حاجات من اللي رنا بتحب تاكلها. ولما طلعت فوق وشاف الحاجة قال لي: تعبتي نفسك ليه بس؟ قلت له بابتسامة: ولا تعب ولا حاجة، تعبكم راحة، دي رنا اختي، دي اغلى حاجة عندي في الدنيا، لو ما جبت لهاش هي هجيب لي مين؟ ماشي يا ستي، ربنا يخليكم لبعض. ويومها استنيت لحد بالليل وهم جايين يناموا، وقلت لها: يلا يا رنا يا حبيبتي، خدي بقى العلاج بتاع قبل النوم. ردت رنا وقالت لي: ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، انا مش عارفة والله من غيرك كنت هعمل ايه. ضحك محمد وقتها وقال لها: هو انا يعني كنت هسيبك يا ست رنا؟ قالت له بحب: لا يا حبيبي، بس انا عارفة شغلك، ربنا يقويك عليه. بصت لهم بغيظ وهم عاملين زي عصافير الحب كده، ودوبت لها الحباية في كوباية المية، وبمجرد ما أخدتها نامت في مكانها. فبصلي محمد هو قال لي: نامت بسرعة يا عيني من التعب. بصت له بخبص هو أنا بقول له: ربنا يعينها بقى، يلا أنا هسيبكم تناموا. وسبتهم وخرجت من الأوضة، وفضلت طول الليل مش عارفة أنام من التفكير، يا ترى ماتت ولا لسه، لحد ما سمعت صوت عياط بنتهم كان عالي قوي. فجريت على الأوضة وقلت لمحمد: هي بتعيط كده ليه؟ بصلي بقلق وقال لي: مش عارف والله، تعالي حقيني بسرعة يا شيماء، رنا نايمة ومش راضية تصحى، مش عارف أغمى عليها ولا فيها إيه، وكمان البنت مش راضية تبطل عياط.
لقيته محتار، فأخدت منه البنت بسرعة وقلت له طب هاتها هاتها وأنا هعمل لها ردعة لحد ما نشوف مامتها مالها. وفضل محمد يحاول يفوق في رنا بس كانت ما بتفوقش، هو أنا طبعا الوحيدة اللي عارفة السبب. فقلت له وأنا بحاول أمثل الخوف عليها طب رن بسرعة على الإسعاف، أنت عارف إن رنا من وقت ما ولدت وهي تعبانة جامد، ممكن يكون جرى لها حاجة. حاضر حاضر هرن أهو. ومسك تليفونه ورن فعلا على الدكتور اللي كان متابع حالة رنا وقال له مراتي يا دكتور فقد الوعي والنبض عندها ضعيف جدا، نعمل ايه؟ طب انقلها بسرعة على المستشفى انا جاي لك حالا. ورنينا على الاسعاف ونقلناها بسرعة على المستشفى، وهناك الدكتور بعد ما كشف عليها خرج وقال وقالها محمد المدام ماتت. نزل عليه الخبر زي الصعقة ونهار من الحزن وفضل يقول ازاي ماتت؟ ازاي يا دكتور؟ حاول تتأكد تاني. فرد الدكتور وقال له بحزن إن لله وإن إليه راجعون يا أستاذ محمد، ربنا يصبرك. الدكتور قال كده وسبنا ومشي، وأنا رحت طبطبت على محمد عشان أستغل الفرصة وأقرب منه وقلت له رنا مشيت يا محمد أنا زعلانة قوي. بصلي وهو بيعيط وقال لي أنا مش مصدق إن رنا سابتني ومشيت. قلت له بحزن ودموع كدابة ولا أنا مصدقة والله يا محمد، ربنا يعلم الخبر ده كسرني إزاي. وبعدها سابني ودخل لها الأوضة وفضل يبص لها ويتكلم مع جثتها وهو بيقول لها سبتيني ليه بس يا رنا؟ ده أنا هموت من غيرك، ده أنت النفس اللي أنا بتنفسه. طب بنتك سبتيها لمين؟ مش هقدر أربيها لوحدي، أنا محتاج لك جنبي. هو أنا فضلت واقفة برا وسمعه وهو بيكلمها وكنت هنفجر من الغيظ وأنا بقول حتى وانتي ميتة يا رنا لسه بيهتم بيكي وزعلان عليكي. وقتها لقيت الدكتور جاي عليا وهو بيقول حضرتك أخت المرحومة؟ رديت بعدم فهم وقلت أنا. وجوزها فين؟ عندها جوه. طيب احنا هنضطر نعمل تشريح للجثة عشان نعرف سبب الوفاة لان سبب الوفاة مش معروف. اتخضيت قوي وقلت له تشريح للجثة ليه؟ ما هو باين اهو انها ماتت من التعب اللي كان عندها بعد الولادة. ورد عليا وقال لي لا برضو مفيش حاجة تثبت كده، دي اجراءات مستشفى ولازم نقوم بيها يا فندم. اتصدم وقلت له بسرعة بس جوزها مش حابب ان يعمل كده. واستغرب وقال لي يعني جوزها هو اللي قال كده؟ قلت له بسرعة هو اللي قال كده. طيب تمام انا هسأله بنفسي واشوف رافض موضوع التشريح ليه. وقتها محمد خرج من عند رنا ولما لقاني واقفة معاه اتقدم وقال حضرتك بتكلمها على اجراءات الدفن ولا ايه يا دكتور؟ لا يا استاذ محمد، الحقيقة احنا عاوزين نعمل تشريح لجثة مدام رنا علشان نعرف سبب الوفاة لان سبب الوفاة مش مفهوم. اتصدم محمد وقال له يعني هي ما ماتتش طبيعي كده؟ الله اعلم، احنا علشان كده بنعمل تشريح للجثة علشان نشوف ايه سبب الوفاة ومحتاجين موافقة حضرتك ان كنا نقوم بالتشريح ولا لا. رد محمد بسرعة وقال له ايوة طبعا موافق يا دكتور. وقتها انا اتوترت قوي وقلت لمحمد انا شايفة انه ملوش لازمة يا محمد، هنبهدل جثتها ليه بس؟ قطعني الدكتور وقال وحضرتك خايفة من ايه يا استاذة شيماء؟ لو سمحت دي اجراءات مستشفى وسيبينا نشوف شغلنا. وسبنا ومشي ومحمد هو كمان مشي وانا فضلت قاعدة وانا مرعوبة وبقول يا دي الورطة اللي انا تورطت فيها بسبب غبائي. هو مر يومين وفي اليوم الثالث طلعت نتيجة التشريح واللي كانت انهم اكتشفوا المادة اللي انا كنت مديها لها وعرفوا ان هي السبب في موتها. ووقتها لقيت محمد بيقول لي بقوة الموضوع اتحول لقضية يا شيماء وانا وانتي مطلوبين للتحقيق. انهارت من الرعب وقلت له تحقيق؟ تحقيق ليه؟ انت جوزها وانا اختها، يعني مستحيل يكون حد فينا هو اللي عمل كده.
رد علي بحدة وقال لي انت اللي عملتي فيها كده. انا فاكر انك يوم وفاة رنا نزلت من البيت عشان تجيبي حاجات، وانت اللي عطيتي ليها الدواء يومها، اكيد انت اللي حطيتي لها المادة دي في الدواء. توترت وقلت له انت بتقول ايه، انا مستحيل اعمل كده ابدا. على العموم انت مطلوبة للتحقيق، وانا بقى هعرف الحقيقة حتى لو الشرطة ما قدرتش توصل لها. ماشي انا موافقة اجي معاك للظابط واثبت لك انك ظالمني. ورحت مع محمد على اسم الشرطة علشان الظابط يستجوبني، والظابط فعلا استجوبني، وكان ردي على كل اسئلته اني ما اعرفش اي حاجة عن وفاة رنا اختي. وبعد ما الاستجواب خلص لقيت الظابط بيقولي اسوأ كلمة سمعتها، انت مطلوب القبض عليكي لانك انت اللي قتلتي اختك رنا. اتصدمت وقلت له انت بتقول ايه، انا ما عملتش حاجة، انا ما قتلتهاش. احنا عرفنا كل حاجة، والست اللي انت اشتريتي منها الحبوب من الصيدلية قالت لنا على كل حاجة حصلت ما بينكم في اليوم ده. قلت له في محاولة مني اني انكر اللي بيقوله، ست مين دي وعرفت بقضية اختي ازاي؟ رد وقال لي قضية اختك انتشرت في الحي بتاعكم، وهي لما عرفت سبب الوفاة جت وأدلت باعترافاتها عليكي، يعني القضية لبساكي لبساكي يا عسكري، تعال خدها على الحبس. وجه وأخدني وأنا لسه مصدومة، هو مش عارفة إزاي وصلت للي وصلت له ده. أنا حاليا مستنية حكم إعدامي اللي عارفة أني هاخده، معرفش أنا وصلت للي وصلت له ده إزاي، بس بحكي لكم حكايتي علشان تتعظوا منها وما تخلوش الحقد والحسد يوصلكم أنتوا كمان لكده. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا، يا رب تكون عجبتكم. ولو وصلت معايا لحد اللحظة دي في الفيديو ما تنسانيش بقى بلايك وكومنت حلو على ذوقك، ولو انت مش مشترك في القناة يلا بسرعة اشترك فيها عشان تتابع معايا انا فاطمة درويش اجمل القصص والروايات. بحبكم قوي، مع السلامة.